بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأجملان على من كان خلقه القرآن وتعامله مع الناس بإحسان، النبي العدنان سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه، واجعلنا منهم برحمتك يا رحمن. أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، أحييكم بأجمل تحية فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي الأكارم، الإنسان هو أساس كل حضارة بشرية، فهو الأصل وهو المادة الخام وهو الجذر الذي تتفرع منه كل المجالات الأخرى لتنمو وتزهو. ولأن بناء الإنسان هو من أكبر التحديات التي يمكن أن تواجه عملية التطور، كان لزاما على الإنسان نفسه البحث عن سبل تشق طريقه نحو التقدم والرقي. ألتقيكم مجددا في برنامجنا الأسبوعي بناء الإنسان، ومع نخبة متميزة من رجالات بلدنا وكفاءاته وعلمائه. فباسمكم جميعا أرحب أجمل ترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، فضيلة الشيخ الدكتور فارس عادل شيت، دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. شيخنا المبارك، في هذا البرنامج الطيب المبارك نستضيفكم مرة أخرى ولنا شرف بكم أيضا. تكلمنا عن بناء الإنسان فكريا، بناء الإنسان قبل البنيان، بناء الإنسان روحيا، بناء الإنسان أخلاقيا، ونحن في شهر ربيع الأول، شهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتكلم عن بناء الإنسان، فأحببنا أن نقول وأن نذكر هذا العنوان: الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسانية. تفضلوا جنابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين، عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. في هذا الشهر الكريم لا يحلو الكلام إلا عن سيد الكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحلو الحديث إلا عن صاحب الحديث عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عليه الصلاة والسلام. نعم ما اخترت في بيان إنسانيته صلى الله تعالى عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. يصدق فيه صلى الله تعالى عليه وسلم إنسان الأنبياء ونبي الإنسانية. جميل. عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام. كيف يكون إنسان الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم؟ يكون صلى الله تعالى عليه وسلم إنسان الأنبياء أننا نقرأ في كتب الآثار أخباراً عن سيدنا آدم، وأخباراً عن سيدنا نوح، وأخباراً عن سيدنا إبراهيم، وأخباراً عن سيدنا إسماعيل، وعن سيدنا موسى، وعن سيدنا عيسى. ولكننا حتى في كتب أتباعهم، حتى ما جاء في كتب أتباعهم، فإن تلك الآثار تكون محدودة. نعم. وتلك الآثار تكون مقيدة، وتلك الآثار تكون قليلة. رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم حدثنا عنه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما غاب عن أقرب الناس منه. نعم. فحدثونا صلى الله عليه وسلم عن كيفية نومه، حدثونا عن كيفية سيره، حدثونا عن كيفية أكله، حدثونا عن حاله في جهاده، حدثونا عن حاله في ترحاله، في إقامته. فنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كان مثالا للإنسانية، وما جاءنا عن نبي نستطيع أن نقول هكذا، ما جاءنا عن نبي من الأنبياء ما جاءنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. فكان عليه أفضل الصلاة والسلام إنسان الأنبياء. إنسان الأنبياء. فما كان من فضيلة في نبي من الأنبياء إلا وكان مثلها وأعظم منها عند سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. جميل. جميل. حتى أن هذا الأمر يصدق أنه ما من معجزة أعطيت لنبي إلا وأعطي مثلها أو أعظم منها سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جميل. فكان عليه أفضل الصلاة والسلام إنسان الأنبياء، إنسان الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم. أما نبي الإنسانية صلى الله تعالى عليه وسلم فهو الذي وصفه ربه تبارك وتعالى فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم،
يقول أهل اللغة عزيز عليه ما عنتم، أي عزيز عليه عنتكم، الله، عزيز عليه شدتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله تبارك وتعالى اشتق لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم صفتين كريمتين واسمين عظيمين من أسمائه الحسنى جميل. تبارك وتعالى، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم جميل. فهو الذي وصفه ربه تبارك وتعالى، وهذا سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علمنا، بل من قبل ذلك وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه رحمة، ليس رحمة للمسلمين إنما العالمين، وليس رحمة للمؤمنين نعم. وإنما قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيصدق فيه صلى الله تعالى عليه وسلم إنسان الأنبياء ونبي الإنسانية صلوات ربي وسلامه صلى الله عليه وسلم. بوركتم فضيلة الشيخ، نبدأ محاورنا فنتكلم عن إنسانيته صلى الله عليه وسلم، فنبدأ إنسانيته صلى الله عليه وسلم مع الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ما اخترت بالتسلسل والتقديم، فالله تبارك وتعالى علمنا في قرآنه الذي أنزله على قلب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنه تبارك وتعالى يقرن حق الوالدين بحقه. جميل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نعم. وتأتي الإنسانية مترتبة هكذا جميل. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الله تبارك وتعالى يوصي دائما ويقرن دائما بعد حقه بحق الوالدين وهكذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم حينما يذكر الوالدين يعظم حقهما صلى الله تعالى عليه وسلم جميل. يعظم حقهما صلى الله تعالى عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى جعل من أعظم الذنوب الإشراك به ولكنه تبارك وتعالى لم يعطي الحق للابن أو لم يعطي الحق للإنسان أن يخالف والديه وأن يخاصم والديه وأن يخالف والديه حتى إن أمراه بالشرك. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وإن جاهداك على أن تشرك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما نعم. فلا تطعهما، ولكنه تبارك وتعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفة نعم. بل إنه تبارك وتعالى ذكر في كتابه المنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف. هذه الكلمة التأفف من الوالدين حرمها الله تبارك وتعالى على الأولاد، فغيرها من باب أولى أن يقولها في وجه والديه أو أن يتأفف أو أن يتضجر أو أن يتثاقل من خدمة والديه صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. في حق الوالدين حينما جاءه رجل يسأله من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ نرى كثيرا من الناس من يصحب الغرباء فيصبر على أذاهم ويصبر على معاداتهم ويصبر على كلامه على كلامهم، ولكننا إذا ما نظرنا إليه مع والديه رأيناه يتضجر من أقل الأشياء وأصغرها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. الله. ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. ثم من يا رسول الله؟ قال أبوك. الله أكبر. أحق الناس بحسن الصحبة للأولاد سواء كانوا أبناء أم بنات إنما هم والديهم أمهم وأبوهم نعم. أن يصحبوهم وأن يحسنوا خدمتهم، حتى أن الله حتى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل حفظ حرمة الوالدة على ولدها نعم. بحق الاستئذان
هذا الذي إن رأيناه في زماننا هذا ذكروه أنه من أصول الأتكيت كما يسموها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأستأذن على أمي وحيدة في بيتها؟ أأستأذن حينما أدخل وهي بيتي أمه على أمي في بيتها إليه. قال: استأذن. قال: إنها أمي يا رسول الله. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن إكراماً لها استأذن وحمد. تكريما وتعظيما لحقها صلى الله تعالى عليه وسلم. بل إننا والأمر أعظم والأمر أكبر، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستأذنه بالجهاد، ونحن نعلم أن الجهاد سنام الإسلام، يعني أعلى ما فرضه الله تبارك وتعالى، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. جاء الرجل يستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجهاد، ولكنه كان وحيد أمه، فقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتها تبكي. لا إله إلا الله. قال: ارجع فاجعلها تضحك. لا إله إلا الله. فإن الجنة ثم قدميها. الله أكبر. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علمنا أن بر الوالدين أقرب عند الله تبارك وتعالى وأثقل في الميزان عند الله تبارك وتعالى من الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا الله. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: بر الوالدين. قال: الصلاة على وقتها. أول وقتها. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قدم البر الوالدين على الجهاد. فقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حقه تبارك وتعالى مع الإنسان، الصلاة على أول وقتها. هذا بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأنها بالتالي تعود على تنظيم حياة الإنسان نفسه. نعم، تعود على تنظيم حياة نفسه. لكن أول حق نفسه بيني وبين الناس هم الوالدين. بيني وبين الناس قبل الجهاد في سبيل الله، بل قبل حق الدين الحفاظ نعم. عليه جعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حق الوالدين، قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله. لعل إنسانا يتكلم فيظن من قول بعض الصالحين رضوان الله تعالى عليهم حينما أخبره أحدهم بموت والده قال: كفيت بره. هنا حينما يقول كفيت بره لعله يعني بحسن الخدمة وبحسن الملازمة كفيت بره، وإلا فمن المفهوم عند سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن بر الوالدين لا ينتهي بحياتهما، إنما ما بعد وفاتهما. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي قد توفي، فهل بقي من بره شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تصل الأرحام التي لا توصل إلا به. جميل. أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تصل الأرحام التي لا توصل إلا به. إلا به، أي ما كان من طرفه. من هنا كان سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقرب الناس وأكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جاءه يوم أعرابي فطلب منه عطاء، فقير يتكفف يطلب العطاء، وإذا بسيدي ابن عمر يعني يعطيه كثير من المال، ثم بعد ذلك ينزع جبته ويعطيه إياه. الله أكبر، كل هذا العطاء. حتى لامه أصحابه فقالوا: يا ابن عمر، إنه رجل أعرابي ويرضى بالقليل من العطاء. قال: علمت، ولكن أباه كان خلا لعمر. الله. فأردت أن أبر عمر ببري له. لا إله، وهو يعني كان صديقه؟ أباه إن أباه كان خلا لعمر، خلا صديقا. الله. صاحبا لسيدنا عمر رضي الله عنه. فلأجل صداقته قال: إن أباه كان خلا لعمر، فأردت أن أبر عمر ببري له. لا إله إلا الله. فهكذا كان برهم بوالديهم حتى بعد وفاتهم، بل إنهم يصلون الأرحام التي لا توصل إلا بهم. جميل جدا، جميل يصلون جداً. الأرحام التي لا توصل إلا بهم. وهذا مما حثنا عليه الدين، أن الإنسان
إذا أراد أن يعرف نفسه من الصالحين فلينظر دعاءه لوالديه. لوالديه، جميل جدا. بوركتم فضيلة الشيخ وبورك ما ذكرتم ونفعنا الله بما قلتم. أستأذنكم لفاصل قصير. أحبتي المشاهدين الأكارم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إن من أبر البر صلة الولد أهل بر أبيه، أن يتواصل مع أهل ود أبيه من أقاربه من أصدقائه. بعد فاصل قصير ومن ثم نواصل، وحلقتنا اليوم الرسول والإنسانية صلى الله عليه وسلم، فانتظرونا. عدنا إليكم مجدداً أحبتي المشاهدين الأكارم. الرسول والإنسانية، كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كريماً يتفقدهم، بل يدعوهم بأحب الأسماء إليهم. ذات يوم يقول لنا سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يسقي أصحابه، فقال له أصحابه: هلا شربت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ساقي القوم آخرهم شرباً. عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب، تكلمنا عن الرسول والإنسانية من جانب الوالدين، الآن نأتي إلى إنسانيته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقوق الزوجة على الزوج ربما تغيب عن كثير من الناس. نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، جعل ميزانين في الشريعة. نعم، ميزان في الدين وميزان في الدنيا، ميزان في التعامل مع العبادة وميزان في التعامل مع الإنسان. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا من جانب التعبد، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحينما نقول تعلم أي تعلم مع العمل. جميل، تعلم مع العمل وعلمه للناس وعلمهم كيف يعملون به، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان من وصفه عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله تبارك وتعالى به: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي يبلغهم ما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم. جميل، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن باب التعليم أن يعلمهم كيف يطبقون ما تلاه عليهم صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، جانب تعبدي. اللفظ نفس اللفظ، والميزان عين الميزان. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم لأهله. الله، وأنا خيركم لأهلي، أي جعل أفضلية وخيرية. لعلي إذا صاحبتك وجالستك تصنعت أمورا أحب أن تراها فيا. نعم، ولعل إنسانا إن صاحب أخاه أو صاحب جيرانه أو صاحب إنسانا آخر تصنع له، لأن صحبته له ساعة أو ساعتين تزيد أو تنقص، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتصنع مع أهله. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الميزان هكذا: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكرم في ديننا المرأة أيما إكرام، فابتداء أنه عاملها الله تبارك وتعالى حينما قال في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ثم قال تبارك وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا تنظر أيها الزوج، لا تنظر أيها الإنسان أنه مالك أعطيته لزوجتك، وإنما الله تبارك وتعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن، أي بيعنا حق أضاف حقها، أضاف المال إليها. نعم. ثم قال تبارك وتعالى: نحلة، أي عطية، عطية مباركة. نعم، عطية مباركة لا أمانة تسترجع. نعم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن أخذ ذلك المال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أن لها شخصيتها. نعم. علماؤنا رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم حينما يتكلمون يقفون مع سورة النساء، كثيرا ما ذكر علماؤنا من باب اللطفة، من باب اللطيفة في الأمور، نرى في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى سمى سورة كاملة بسورة النساء تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لكثرة ما تضمنته من أحكام النساء.
جميل. نرى فيها بكلام علمائنا عليهم رحمة الله من قولهم أن الله تبارك وتعالى حينما ذكر حق الرجال وحق النساء قال تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، ولم يقل تبارك وتعالى: للرجال وللنساء نصيب مما اكتسبوا، من باب التغليب أنهم المبلغون عن الله تبارك وتعالى. قال علماؤنا: لماذا ذكر الله تبارك وتعالى على التفصيل في هذه الآية؟ فقال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. قال: حتى يعلمنا تبارك وتعالى أن للنساء حق في المال كما للرجال حق. فإن رأى الرجل أن له في المال حقا فليعلم أن الله تبارك وتعالى كما جعل له في المال حقا جعل للنساء كذلك حق، سواء كنا أولئك النساء أخوات أم كنا أمهات أم كنا بنات. جميل. فالله تبارك وتعالى جعل في المال حق كما للرجال حق كذلك للنساء حق. جميل. من هنا أن الإسلام أكرم المرأة وجعل أمرها، حينما نقول للإنسانية احترام إنسانية المرأة، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة بغير إذنها. جعل شرط زواجها، جعل تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم شرط صحة زواجها رضاها. شرط صحة، لأن هذا الأمر يخصها على وجه الخصوص. هكذا حين حتى لما جاءت المرأة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع بي خسيسته، لعله كان ابن الأخ غنيا وعنده مال فأراد أن يستعز بهذا المال ذلك الأب ذلك الوالد. فقالت البنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخ له يريد بي رفع خسيسته. فقال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: أمرك بيدك. هذا الأمر يخصك وهو بيدك، إن شئت أمضيت وإن شئت ألغيت. لا إله إلا الله. فقالت: يا رسول الله، أرضى بما فعل، ولكني أردت أن أعلم من بعدي من النساء أن أمرهن بيدهن. لا إله إلا الله. أن أمرهن بيدهن. جميل. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، حتى تستأذن أي يطلب إذنها حتى وإن لم تتكلم. أما في الثيب لأنها قد خالطت الرجال وعلمت من حياتها، فهي تعرف مصلحة نفسها وهي أدرى، يعني ولا يمنعها يعني شدة حيائها كالعذراء. كالبكر. فلا بد أن تستأمر، أي أن يطلب أمرها. جميل. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل احتراما لإنسانيتها أن أمرها بيدها. ثم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بأن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، جعل من حق المرأة أن لا تعطى هكذا للخلاص منها، وإنما لابد أن تعطى، إذا أعطيت فتعطى بحقها، بأن يأتيها من يعرف قدرها ويعرف مكانها ويعرف فضلها، بأن يكون لا يكفي الدين فقط. نعم. ولا يكفي الخلق فقط، وإنما يجب أن يستوفى في هذا الأمر الدين والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. جميل. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. حتى وصيته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. فإنكم إنما ملكتموهن بكلمات الله. نعم. فإنكم إنما ملكتموهن بكلمات الله. من إنسانيته صلى الله تعالى عليه وسلم حبه لأهله، حبه لزوجته صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنه كان يستأذنهم رضوان الله تعالى عليهن في أمره كله. نسمع عند بعض الناس مقولة لا أعلم من أين قد أخذوها ومن أين قد اقتبسوها، من قولهم وهم ينسبون إلى رسول الله، عفوا، ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تصح هكذا، على في قولهم بالنساء: شاوروهم وخالفوهم، وهي ليست واردة ولا صحيحة، مخالفة لسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فعلا هذا الكلام مشهور بين الناس كثيرا، بين الناس على ألسن الناس أيضا، لكنه غير صحيح. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستشير أمنا خديجة في كثير من الأحوال. نعم. وكان صلى الله تعالى عليه وسلم قد خشي نزول العذاب على قومه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية،
فلما دخل إلى خيمته وكانت معه في صحبته سيدتنا أم سلمة رضوان الله تعالى عليها أم المؤمنين، فقالت: ما بك يا رسول الله؟ قال: خشيت أن ينزل العذاب على الناس. قالت: لما يا رسول الله؟ قال: آمرهم بالتحلل ولم يستجيبوا. قالت: يا رسول الله، إن أردت أن يفعلوا الذي تريد فافعل أمامهم. قال: ما أفعل؟ قال: تحلل، أخرج، يعني بادر، أخرج وودعوا الحلاقة أن يحلقك، وودعوا بذبيحتك بهديك واذبح. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قالت، فلما رأى المسلمون رسول الله يفعل فعلوا مثل ما يفعلون، حتى قال أحدهم: كاد أحدنا أن يذبح الآخر لشدة حنقه، لشدة غضبه، ولكننا بالمحصلة أنجى الله تبارك وتعالى المسلمين من نزول العذاب عليهم بمشورة امرأة. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبر نساءه صلى الله تعالى عليه وسلم. الكلام والشواهد كثيرة لإنسانيته صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ومع من هم تابعون له عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. لكن الآن إنسانيته صلى الله عليه وسلم مع الأولاد. الله الله، أول ما يجب أن يذكر في هذا حتى يكون ربطا بالمواضيع، ربطا بالأمور، كثيرا ما نتكلم عن بر الوالدين، ولكننا قليلا ما نتكلم عن بر الأولاد. حتى الأولاد لهم بر ولهم حقوق، بل إن بر الوالدين ثمرة لبر الأولاد. جميل. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في الحديث، وهذا خطاب موجه للآباء وللأولياء، رحم الله والدا أعان ولده على بره. لا إله إلا الله، رحم الله والدا، رحم الله والدا أعان ولده على بره، كان سببا وعونا، كان سببا يعين ولده على بره. جميل. بل إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علمنا صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قال: ما نحل والد ولده نحلة أفضل من خلق حسن. كلنا يريد أن يعطي ولده أفضل الهدايا، أفضل العطايا. نبينا صلى الله عليه وسلم يدلنا على أكرم ما يعطي الوالد لولده، فيقول صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نحل والد ولده نحلة أفضل من خلق حسن. حينما يعلمه الخلق الحسن فقد أعانه على بره من الصغر، كما قالوا: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. نعم. أكثر ما يعانيه المسلمون في بيوتهم قلة الحب في داخل البيت، عدم احتواء الأولاد. وحينما أقول قلة الحب أي العاطفة، وهذا ما يفهمه كثير من الناس أو يفهموه خطأ، بأن الاحترام لا يكون إلا بالانعزال، ومكانة الوالد لا تكون إلا بأن يكون فوقهم لا يخالطهم. نعم. دخل رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فرآه صلى الله عليه وسلم يقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما، فتعجب سيدنا الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه. نعم. فتعجب من حال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: أو تقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ لا إله إلا الله. قال: وما لنا لا نقبل؟ فقال ذلك الصحابي: إن لي 10 من الولد ما قبلت يوما منهم أحدا قط. الله أكبر، عندي 10 أولاد ما فرد يوم قبلت واحد منهم، سبحان الله، ما قبلت منهم يوما أحدا قط. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أملك إن نزع الله من قلوبكم الرحمة. سبحان الله. تحذير شديد اللهجة. البنت الذي لا تجد المحبة من أبيها وتجد المحبة من أخيها تبحث عن المحبة في خارج البيت. تمام. تجد هذا الفراغ من يملأه خارج البيت، من يملأه خارج البيت. صدقتم صدقتم. والابن الذي لا يجد المحبة والتواصل من الأب ولا يجد المحبة والتواصل من الأم فإنه يبحث عن تلك المحبة وعن تلك الصلة خارج البيت. شيخنا الحبيب، نبقى في هذا المحور إن شاء الله، لكن نستأذنكم لفاصل قصير. أحبتي المشاهدين الأكارم، فاصل ومن ثم نواصل، فانتظرونا بمشيئة الله تعالى. عدنا إليكم مجدداً أحبتي المشاهدين الأكارم. من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم نستقي، وعلى حبه نلتقي،
لنرتقي نحو الإنسانية، فهو رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل، ذكرتم قبل الفاصل موضوع جدا مهم، الفتاة التي لا تجد حبا من أمها أو من أبيها أو من أخيها ستجده خارج البيت، وكذلك الولد، وهذا ما تعانيه بيوتات اليوم. اليوم البيوت مهدمة، فيجدون هذا الفراغ، هذا الحب في وسائل التواصل مع أناس لا يعرفونهم، فتبدأ العلاقات المحرمة وتبدأ ويبدأ الآن المشاكل. الآن السوشيال ميديا على أرض الواقع في الجانب السلبي، نسأل الله العافية. كيف نعالج هذا الأمر؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا التنبيه بل التحذير باللهجة الشديدة، فلندرك أبناءنا ولندرك بناتنا ونجعلهم أهل حظوة بعطفنا برحمتنا بل بحبنا. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان من بره بسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، كما نعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعش له ولد. أكثر من عاش من أبنائه رضوان الله تعالى عليهم سيدنا القاسم، سيدنا إبراهيم. نعم. سيدنا إبراهيم أكثر من عاش من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يبلغ 3 سنوات. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما دفن سيدنا إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، لا إله إلا الله، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. كمال الإيمان والرضا، إلا ما يرضي ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعيش له ولد، ولكنه كانت رحمته صلى الله تعالى عليه وسلم ببناته، وكانت رحمته صلى الله تعالى عليه وسلم بأبناء بصبطيه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فكان صلى الله عليه وسلم يضمهما إلى صدره ويشمهما ويقول صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتايا من الدنيا. الله الله. هما ريحانتايا من الدنيا. الله. حتى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فوق المنبر يخطب، وإذا بسيدنا الحسن أو الحسين يدخلان على مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعثر بثوبه وهو فوق المنبر، يتعثر بثوبه ويقع، فينزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من المنبر ويحمله ويضمه إلى صدره. الله. ثم يقرأ قوله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لا إله إلا الله. اختبار وامتحان منه تبارك وتعالى. نعم. فليحذر العوائل، ولتحذر الأمهات، وليحذر أن يحتوا أولادهم قطيعة أولادهم من. نعم. برهم. نعم. فرحم الله والدا أعان ولده على بره. فابنك أو ابنتك وابنك أو ابنتك إنما هي خطك الذي خططتيه بيدك. فاقرأي ما شئت، إن حسنا فحسنا وإن غير ذلك فغير ذلك. كتابا أنت تؤلفه، أنت تؤلفه وأنت الذي تجمعه وأنت الذي تكتبه. نعم. فما تزرعه في صغره تجنيه في كبره. نعم. ما تزرعه فيه في صغره تجنيه في كبره. فمن باب إنسانية الآباء أن يهتم الآباء بخلق أولادهم. جميل. لعل كثيرا ما نسمع من الناس، حتى يعني لا يطول بنا الكلام أكثر، أن الوالدين يهتمان كثيرا بما يطعمان وبما يلبسان وبما يشربان أولادهم. نعم. ولكن كم هي نسبة الوالدين اللذان يهتمان بعبادة أولادهم، بما قراءتهم للقرآن، بمعرفتهم للرحمن، بهدايتهم إلى النبي العدنان صلى الله تعالى عليه وسلم. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم علمنا: علموا أولادكم محبة نبيكم ومحبة أهل بيتي وتلاوة القرآن. لا إله. هذه التي يحاسبنا الله تبارك وتعالى عليها. نعم. فإنسانيتنا مع أولادنا أن نجعلهم من أهل النجاة عند الله تبارك وتعالى. جميل. بهدايتهم إلى الله. جميل. بوركتم فضيلة الشيخ. نأتي الآن إلى إنسانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الفقراء والمساكين. لعله لم يبقى من الوقت إلا القليل، إن سمحت أن أتكلم عن حق الجار. جميل. إنسانيته صلى الله تعالى عليه جيراني. وسلم بالجار. تمام. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف عند كثير من الناس: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني سيجعل له حقا في مالي، سيجعل له حقا في مالي. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يوصي أهله إذا طبخوا فليكثروا المرق. قالوا: لما؟ قال: حتى تعطوا لجيراننا.
حتى تودوا لجيراننا من طعامنا حتى تعطوا لجيراننا من طعامنا. وهذا ما كان منتشرا كثيرا بين الناس بالهداية بعضهم لبعض، حتى قال صلى الله تعالى عليه وسلم في زمانه وإلى الزمان القريب كنا نراها: يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرسان شات، ولو بظلف شات، ظلف الشات. حتى هذا الذي لعله لا يرضاه كثير من الناس، إن أهداه إليك جارك فلا تستقل به، وإن أعطيته لجيرانك فلا تقول بأنه ما يسوى حتى لا أعطيه إياه، لا أعطيه لعلك وأنت تعافه ولا تأكله ولكنه جيرانك يشتاق إليه. لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرسان نشات. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكرنا في أول محاضرتنا، أول قولنا، قول تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. والجنب، نعم. والجار القرب والجار ذي القربى والجار الجنب. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث ذكر لنا الجار له ثلاثة حقوق. وجار له حقان وجار له حق واحد. قالوا: ما هما؟ قال: أما الجار ذو الحق الواحد فهو الجار غير المسلم، له عليك حق الجوار. وهكذا كانوا شأن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في مراعاة جيرانهم النصارى، في مراعاة جيرانهم اليهود، في مراعاة جيرانهم الذين كانوا يخالفونهم في الدين، أنهم يحفظون لهم حق الجوار. جار له حق وجار له حقان، وهو الجار المسلم، له عليك حق الجوار وحق الدين، حق الجوار وحق الدين. وجار له ثلاثة حقوق. الجار القريب المسلم، له عليك حق الجوار وحق الدين وحق القرابة. فالجيران الذي ذكرنا الإسلام وذكرنا بهم أن نحافظ على، لا أقول على إنسانيتهم، ولكن على إنسانيتنا معهم. إنسانيتنا، نعم، جميل. على إنسانيتنا معهم، جميل. لأن الله تبارك وتعالى لا يحاسبنا على عمل غيرنا، ولا يحاسبنا على أعمالنا، حتى يختم حديثنا بميزان للإنسانية. جميل. فلا بد أن نقيس الإنسانية على أنفسنا. نعم. علماؤنا رحمهم الله جعلوا ميزانا للتعامل مع الناس في الإنسانية. نعم. ولعلنا إذا أردنا أن ندرك الإنسان لا ندركه إلا على بحق أنفسنا. فقالوا: التعامل مع الناس على ثلاثة أوزان أو على ثلاثة درجات. نعم. ظلم لا ينبغي لمسلم أن يعامل مسلما به، وهو أن يعامله بما يكره. هذا يعتبر ظلم، أن يعامله بما يكره أن يعامل به. نعم. هذا ظلم من المسلم لأخيه المسلم. جميل. إن عامله بشيء يكره أن يعامل هو به فهو ظلم. نعم. هذا ظلم لا ينبغي لمسلم أن يكون من أهله. نعم. وعدل، وهو أقل ما ينبغي للإنسان أن يلتزمه، وهو أن يعامل المسلم أخاه المسلم بما يحب أن يعامله به. هذا عدل، عدل أن يعامل المسلم أخاه المسلم بما يحب أن يعامله هذا به. عدل. نعم. هذا عدل. نعم. وهذا أقل ما ينبغي للمسلم أن يعامل به. وأكرم منه وأفضل منه وأثقل منه أن يعامل المسلم أخاه المسلم بما يحب أن يعامله الله به. جميل. هذا الذي يسمى الإحسان، لأن المسلم حينما يعامل المسلم إنما يعامله بما أمره الله تبارك وتعالى به، بل إنه لا يتعامل مع الإنسان وإنما تعامله مع الله تبارك وتعالى. فلما ذكر الله تبارك وتعالى المسلم ذكر، قال: إنما نطعمكم لوجه الله. لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعيد هذا الميزان حتى يختم به الكلام. نعم. ظلم لا ينبغي لمسلم أن يعامل غيره به. نعم. وهو أن يكره أن وهو أن يعامل المسلم بما يكره أن يعامله. نعم. به، هذا ظلم. نعم. لا ينبغي لمسلم. العدل الذي أقل ما يجب أن يعامل المسلم به أخاه المسلم. جميل. وهو الذي يعامل المسلمين بما يحب أن يعاملوه به. جميل. والأفضل والأكرم والأثقل أن يعامل المسلم أخاه المسلم بما يحب أن يعامله الله به، لأن معاملته إنما هي لله تبارك وتعالى وليس للمسلم بعينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مثالا للإنسانية. آمين. جميل. وأن يجعلنا دالين على الله، معبرين عن الدين، معبرين عن الخلق، مولانا رب العالمين. آمين، اللهم آمين. بوركتم شيخنا الفاضل، وبورك ما قلتم، ونفعنا الله بما ذكرتم.
الكلام عن إنسانيته صلى الله عليه وسلم يطول ولا تكفيه حلقة أو حلقتين. فهناك إنسانيته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، إنسانيته صلى الله عليه وسلم مع الفقراء واليتامى، إنسانيته صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه، إنسانيته صلى الله عليه وسلم مع باقي الأديان من اليهود ومن النصارى، إنسانيته صلى الله عليه وسلم حتى مع أجلكم الله الحيوانات أيضا، إنسانيته صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم مع العالم أجمع لأنه رحمة للعالمين. بل إنسانيته صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأرض، مع الأرض حتى. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم الذي ينزل على قلب رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله، فاحرص وارحم هذه الأرض التي تسير فوقها، فإنك توشك أن تكون في باطنها. لا إله إلا الله. الله تبارك وتعالى حينما مدح المؤمنين قال: وعباد الرحمن. وعباد الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما شاء الله. فهذه الأرض الصماء تمشي فوقها وتوشك أن تكون في باطنها، فارحمها حتى ترحمك. أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان فضيلة الشيخ الدكتور فارس عادل شيد من دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية على هذه الكلمات النيرات الطيبات، جعلها الله في صحيفة أعمالكم، ورزقنا الله وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون مع إنسانيته التي جاءنا بها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. كما أتقدم إليكم أحبتي المشاهدين الأكارم بجزيل الشكر والامتنان على حسن إصغائكم ومتابعتكم لحلقة اليوم: الرسول والإنسانية، في برنامجنا الأسبوعي بناء الإنسان. نحن في شهر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نكون من أكثر المتبعين له عليه الصلاة والسلام، أن ننشر إنسانيته، رحمته، سننه، إرشاداته، نصائحه عليه الصلاة والسلام، علنا أن نلا شفاعته وصحبته في الفردوس الأعلى نحن وإياكم وسائر المسلمين. حتى ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.